مرحبا يا خامس، كيف حالكم يا مس؟ المفروض ناخذ وحده جديده بس ما رح ناخذ عشان ما بدي اتراكم عليكم الدروس فتره الامتحانات. المره الماضيه في الدروس السابقه اخذنا عن الموارد الطبيعيه ومصادر الطاقه وتحولاتها. حكينا انه تتوفر الموارد الطبيعيه في البيئه باشكال متعدده من دون اي تدخل من الانسان، وجد لها استخدامات عدة. وحكينا الموارد الطبيعية هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، مثل الشمس والهواء والماء وبعضها الآخر، بيجعل حياتنا أفضل وأكثر سهولة، مثل الصخور والمعادن. وحكينا عندي الموارد، عندي نوعين، موارد متجددة وموارد غير متجددة. طلعنا مع بعض هذه الصورة وفسرناها. حكينا عندي مثلا النباتات مورد طبيعي، النفط مورد غير طبيعي، الماء مورد طبيعي متجدد، عفوا يا مس، مورد متجدد. هنا عندي مورد غير متجدد، الماء مورد متجدد، الغاز طبيعي غير متجدد، التربة والحيوانات والشمس والرياح من الموارد الطبيعية المتجددة. تمام، حكينا الموارد الغير متجددة. ليه سميناها غير متجددة؟ لأنها بتتوفر بكميات قليلة ومحدودة في الطبيعة وتستغرق وقت طويل لتكوينها، مثل النفط، الفحم الحجري والمعادن والصخور. الموارد المعدنية هي مواد تكونت على سطح الأرض أو داخل سطح الأرض بطرائق جيولوجية، وهي تدخل في كثير من الصناعات مثل الأدوية، الإسمنت، الزجاج وأنواع مختلفة. فائدة الموارد الطبيعية بتساعد على تعزيز النمو الاقتصادي الوطني وحل مشكلة البطالة. عندي هنا بعض الموارد الطبيعية واستخداماتها، مثل عندي الفوسفات في صناعة الأسمدة، عندي الرمل الزجاجي في صناعة الزجاج، عندي الجبس نستخدمه للديكورات والتصميم، والحجر الجيري في صناعة الإسمنت. وحلينا الأسئلة مع بعض. تذكروا الدرس الثاني مصادر الطاقة وتحولاتها، حكينا تصنف مصادر الطاقة إلى أيضا مصادر متجددة وأخرى غير متجددة، وتتحول الطاقة من شكل إلى آخر حسب نوع الطاقة وحسب الاستعمال. عندي مصادر الطاقة يطلق على الموارد الطبيعية التي نستخدمها في توليد الطاقة بصورة مختلفة اسم مصدر للطاقة. عندي مصدر متجدد هي لا تنضب لا تنتهي وهي صديقة للبيئة. الغير متجددة هي مصادر كمياتها محدودة وقابلة للندوب وملوثة للبيئة، وهي تحتاج إلى ملايين السنين كي تتكون. حكينا مثل شو؟ حكينا مثل النفط، الوقود الأحفوري، الفحم الحجري، الغاز الطبيعي. يعد الوقود الأحفوري أهم هاي المصادر الغير متجددة. بتكون عند الغاز. كيف تكون عند الغاز؟ نتيجة دفن بعض بقايا الكائنات الحية، كان نباتية أو حيوانية، تحت طبقات القشرة الأرضية، وتعرضت لحرارة وضغط كتير يعني كبيرين قبل ملايين السنين. يشمل الوقود الأحفوري النفط والفحم الحجري والغاز الطبيعي، يمكن الاستفادة من طاقتها بعد حرقه بوجود الهواء. تحولات الطاقة، إيش يعني تحولات الطاقة؟ يعني هي بتتغير من شكل إلى آخر. عندي طاقة كيميائية، طاقة كهربائية، طاقة ضوئية، والطاقة الحرارية والطاقة الحركية. حكينا مثلا كهربائية، مثلا عندي المكوى بالبيت بحطه بالكهرباء، هي طاقة كهربائية بحول لي لطاقة حرارية بصير حامي مثلا. حكينا أهم إشي أيضا من أشكال الطاقة الشمس. الشمس تتحول من خلال الخلايا الشمسية الموجودة، بتكون عادة على الأسطح، تحويل من الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية. هاي عنا هنا أمثلة أيضا، تحويل طواحين الهواء، حركة الهواء إلى كهرباء، تحول الطاقة الكيميائية المخزونة في الوقود عند احتراقها إلى طاقة حرارية وحركية أيضا. أحلينا أسئلة الوحدة المرة الماضية مع بعض. أي سؤال بدكم إياه بالوحدة الثالثة يا مس؟ إحنا حاضرين وجاهزين. كانت هي مراجعة هيك سريعة خفيفة لطيفة،
بتمنى لكم التوفيق بامتحاناتكم ونشوفكم على خير يا رب.